متابعينا مرحبا بكم في قناة بلو إكسيلونس. نظرا للنقص الكبير للمعلومات المدققة حول الفولكس فاغن تي 2 والتي لاقت رواجا كبيرا لمحبي الرحلات والتخييم خاصة ومحبي السيارات الكلاسيكية بصفة عامة، قمنا بتجميع أكبر قدر من المعلومات والمعرفة عن هذا النموذج، ويشمل ذلك سجل الإنتاج والتحويلات التي طرأت على السيارة واستخداماتها، وتم إيلاء اهتمام خاص للمعلومات التقنية لشركة فولكس فاغن كرموز المحرك وأرقام الهيكل ورموز الطلاء. مرت الفولكس فاغن تي 2 بثلاث تعديلات رئيسية. النسخة الأولية تي 2A صنعت من سنة 1968 إلى غاية 1972، جميعها تصنيع ألماني. النسخة الثانية تي 2B والتي بدأت صنعها من سنة 73 إلى سنة 1979، منها التصنيع الألماني والذي توقف سنة 1979، ومنها ما هو تصنيع برازيلي بداية من سنة 1976 إلى غاية 1997. النسخة الأخيرة T2C بدأت صنعها سنة 1997 إلى غاية 2013، تصنيع برازيلي فقط. عرضت فولكس فاغن مجموعة كبيرة من الموديلات من ترانسبورتر، وهي البانل فان شاحنة توصيل بدون نوافذ أو مقاعد خلفية، الوالك ثرو تحتوي على مقعد للسائق ومقعد للمرافق فقط، البالك هاد تحتوي على مقعد سائق ومقعد مزدوج لمرافقين من الأمام، الهاي روف بانل فان شاحنة توصيل بسقف مرتفع من الألياف الزجاجية، الكومبي تحتوي نوافذ جانبية ومقاعد خلفية قابلة للإزالة وأرضية مطاطية عملية للغاية، الباص تحتوي على نوافذ وثلاث صفوف من المقاعد المتجهة للأمام وفتحات تهوية وتسخين لجميع صفوف المقاعد، الدولاكس الإصدار الفاخر مع إضافات اختيارية مثل الصدامات من الكروم والإصدارات الأخيرة بمساحات للأضواء وحماية مطاطية للصدامات وطلاء السيارة بلونين، البيكاب بكابينة فردية مزود بثلاث مقاعد في الأمام فقط ومساحة تحميل خلفية مسطحة مع أماكن تخزين تحتها، البيكاب بكابينة ثنائية مزودة بست مقاعد ومساحة تحميل مسطحة خلفية، الوستفاليا جاءت بعدة فئات مزودة بسقف قابل للارتفاع وداخلية المركبة متغيرة حسب سنة الصنع، وتوجه المركبة للتصدير الأوروبي الأمريكي أو الكندي. بسبب أسلوب فولكس فاغن ترانسبورتر وحقيقة أن فولكس فاغن مرتاحة للغاية بالنسبة لشركات الطرف الثالث التي تعدلها إلى استخدامات بديلة، أصبح هناك مجموعة متنوعة من المركبات المتخصصة مثل المركبات المبردة وسيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء، وكان هناك أيضا مجموعة من المعدلين حول العالم يعدلون هذه المركبات للتخييم، ومن بعض المعدلين في المملكة المتحدة نذكر منها دامبري، دافن، دورموبيل والفايكينج، وتقوم فقط بتزويد بعض الخصائص والكماليات والقطع الداخلية الخاصة بالتخييم. تاريخ الإنتاج والتطوير: شهد شهر أوت من سنة 1967 نموذج تي 2A ليحل محل تي 1، حيث زودت بنظام تعليق أمامي جديد وخلفي مستقل ERS، وبمحور أمامي جديد وخزان وقود مخفي خلف حاجز، وتغيير مقابض الأبواب. وسنة 1971 تم إدخال فرامل أمامية أقراص وفرامل خلفية جديدة، بالإضافة إلى عجلات بخمس براغي مغطاة بغطاء مسطح. سنة 1973 بداية تصنيع T2B، تضمنت تغييرات على هيكل السيارة وأقواس العجلات الأمامية والخلفية ومصابيح خلفية طويلة، وشهد أيضا هذا العام تقديم محرك مسطح سعة 1.7 لتر مع كاربوريتر مزدوج، كما زودت بصدامات جديدة، وتم نقل الإشارة الأمامية للأعلى بجانب الشبك الجديد، وتعديلات على الأقواس الأمامية وأرضية الكابينة ودواسة الوقود وتعديلات أخرى. 1974 تعديلات على نظام نقل الحركة وتحديث المؤشرات والأزرار إلى جانب الباب الجانبي المنزلق وقفل للباب. 1976 بداية الإنتاج البرازيلي إلى جانب الإنتاج الألماني والمتميز ببابين جانبيين وفتحة هواء أسفل الرفارف الخلفية. 1978 تغييرات على محركات 2 لتر برأس محرك جديد والمبدلات الحرارية.
1979 نهاية إنتاج تي2 في ألمانيا. 1997 بداية إنتاج T2C في البرازيل بسقف مرتفع بحوالي 10 سنتيمتر ومحرك 1.6 لتر تبريد هوائي ونظام توجيه وتعليق تقليدي مماثل لنسخة T1 ونفس علبة السرعات للبيتل 1302 و1303. وفي ديسمبر 2005 تم التحويل لمحرك تبريد مائي 1.4 لتر نفس محرك الفولكس فاغن فوكس 75 حصان وشبك بلاستيكي في مقدمة المركبة يغطي مبرد الماء مع الحفاظ على نفس علبة السرعات. الإنتاج الدولي. الإنتاج الألماني من سنة 1968 إلى سنة 1979 ويتميز بفتحة التهوية أعلى الرفارف الخلفية وباب جانبي منزلق. الإنتاج البرازيلي من سنة 1976 إلى 2013 وتتميز ببابين جانبيين وفتحة التهوية أسفل الرفارف الخلفية بالنسبة للمركبات المصنعة بين 1976 و1979. وهذا جدول يبين سنوات الإنتاج الدولي. المحركات. المحرك 1.6 لتر تبريد هوائي مطابق لمحرك البيتل 1 استثناء أنه يزيد بقاعدة محرك من الخلف. ظهر المحرك الثاني عام 1972 بسعة 1.7 لتر 1.8 لتر و2 لتر. ظهر محرك 1.4 لتر تبريد مائي منذ سنة 2005 وهو نفس محرك فولكس واجن فوكس. يمكن العثور على رقم شاصي المركبة مختوم على قطعة ألومنيوم خلف المقاعد الأمامية أو في حجرة المحرك. الرقم الأول 2 يدل على أنها T2. الرقم الثاني يشير إلى طراز المركبة حسب هذا الجدول. الرقم الثالث يدل على سنة الصنع حسب هذا الجدول. على الرغم من أن العديد من المركبات جاءت باللون الأبيض وشركات التعديل غيرت اللون السفلي حسب رغبة العميل كاللون البرتقالي الشائع أنذاك، إلا أن هناك العديد من الخيارات عند المصنع وهذه هي الألوان المتوفرة من شركة فولكس فاغن. في الأخير متابعينا نشكركم على حسن المتابعة، انتظرونا في فيديوهات أخرى. إلى اللقاء.